بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات شهر رمضان المبارك وحديث الامام الطيب فضيله الامام ونستمر في رحلتنا المباركه واسماء الله الحسنى والاسمين الشريفين الخافض الرافع ما هو مأخذ الاسمين ومعناهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى, وعلى اله وصحبه وبعد فالاسمان الخافض والرافع على نفس المنوال او على المنوال ذاته بالنسبه للمعز والمذل وعلى اسماء اخرى من هذا القبيل يعني المتقابله والتي تذكر دائما او يطلب في ذكرها ان تذكر مقترنين دائما الخافض الرافع هما من يعني يجب ان نعلم اولا انها من ليس من اسماء الذات وانما من اسماء الافعال بمعنى ان اثرهما يتعلق بافعال العباد نعم ايضا هما وردا في القران الكريم بصيغه الفعل وليس بصيغه الخافض او الرافع وطبعا وردت ورفعناه مكانا عاليا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات نعم. الى اخر ما وكذلك ورد في حديث ابي هريره واجمع عليهما المسلمون لانهما ورد في القران او معناهما ورد في القران الكريم. اذا قلنا يعني ان اثارهما تظهر في المخلوقات فهي تظهر في المخلوقات على المستويين، المستوى الحسي والمستوى المعنوي او المستوى المعقول يعني المحسوس او المعقول فا او كما يقولون في المكان والمكانه نعم فرق بين المكان والمكان المكان اللي هو المحسوس نعم يقول لك فلان ده مثلا انا عالي في مكانته دي مش معنى عالي مكانته وأن المكان اللي هو فيه عالي لا انما في منزلته نعم فالمنزله هي طبعا شيء معقول وأما المكان في مكانه ملموس ملموس الحسي فأيضا الخفض والرفع يكون في يتعلق بأفعال المخلوقين في المستويين يعني الله سبحانه وتعالى خافض على مستوى المكان ورافع كذلك وخافض ورافع على مستوى المكانة إذا ذهبنا إلى الرفع في المكان حيكون مثلا رفع العرش نعم. لان العرش مادي جسم مادي ايضا كذلك رفع السماء خفض الارض نعم فكل ده في في اطار المحسوسات برضه رفع الانبياء الى ال السماء وهنا عندنا مثلا سيدنا عيسى من رفعه الله اليه نعم. عليه السلام كذلك سيدنا ادريس رفعناه مكانا عاليا نود ان نوضح فقط فضيله الامام حتى لا يضيع الامر على المشاهدين الكرام ان حتى رفع السماوات وخفض الارض هذه أيضاً من المخلوقات، وليس المقصود بالمخلوقات هو الإنسان فقط. لا لا لا، المخلوقات كل ما عدا الله فهو مخلوق. نعم. لأن الله خلق السماء وخلق الأرض فهي مخلوقات. لأننا كنا نعم من نعم. صفات الأفعال وليس من صفات الذات، فهي نعم. بالتالي تحدث على كل الموجودات والمخلوقات. آه نعم. ولهذا ذكرنا السماوات والأرض. لو إحنا نعرف أن يعني هي الـ الـ سواء كان الأرض أو السماء لها أيضاً أفعال لها حركات ولها منازل ولا نعم. يعني حين نقول المخلوقات. نعني ما سوى الله سبحانه وتعالى سبحانه من وتعالي. الموجودات فهذا في افعال الموجودات فالله سبحانه وتعالى يعني كما رفع آه السماء نا. وهي موجود مادي خفض الارض نا. وايضا كما رفع العرش خفض الماء نا. كان عرشه على الماء بالنسبه للانبياء ايضا يعني الانبياء هم اجسام ورفعهم على مستوى المكان نعم رفعوا على مستوى طبعا هم على مستوى المكان شيء يعني واضح لكن على مستوى المكان رفع بعض الأنبياء إلى أماكن عليا كما يعني قلنا إن سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه عليه السلام, عليه السلام. وكذلك سيدنا إدريس عليه السلام لا. ورفعناه مكانا عاليا وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة عليه والسلام رفعه الله ببدنه في المعراج إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام نعم. ورفع نعم. إلى سدرة المنتهى وهي المكان الأعلى على الإطلاق مكان لم الأعلى لم يصل إليها مخلوق آخر لم يعني يصل إليها مخلوق لأنه كلمه الله بشكل مباشر ودون أن يعني دون ملك أو دون نعم. واسطة تسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى ثم يعني يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه كما حدث في تلقي القرآن من جبريل عليه السلام لا لا في هذه ليلة الليلة المعراج وصل إلى هذا المستوى ويعني أه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى والذين يقولون المعراج ما يعني حصلش وحصل وحصلش طيب قل لي أين سدرة المنتهى في الدنيا دي وإلا تظل هذه الفقرة أو هذه الكلمة في القرآن الكريم غير مفهومة وليس لها معنى. نعم. يعني إذا قلت كل شيء حصل في الأرض وما حصلش شيء في السماء، طب سدرة المنتهى أين سدرة المنتهى؟ أين موقعها في الأرض؟ أين موقعها في الأرض؟ لا. وأين جنة المأوى في الأرض؟ نعم. أحيانا يقال لي أن يقال كذا وكذا، وأنا أعجب. لماذا لماذا يستهدف القرآن الكريم فقط؟ نعم. طب ما في التوراة وفي الإنجيل، وما طب ما حد يتكلم. لا. طبعا ممنوع الكلام عن الانجيل او التصدي له وممنوع الكلام عن التوراه الكتاب المقدس لكن قران المسلمين ده آه ممكن يعني يسلط عليه وهو كلام لا يستحق الواحد ان يقف عنده لان معروف نعم لا يعني اسبابه وغاياته والمطلوب منه ايه ومن يقوم بهذا الدور كل هذه امور يعني معروفه تماما نعم ولكن يعني برضو قليلا من ال... يعني من الاحترام لعقائد الناس وللكتب المقدسه عند الناس ولكن هذه النصيحه للشباب حتى لا يستمعوا الى اي كلام مجرد مطلق باغراض وبهوى وايضا ممول هو الشباب المفروض انه على علم التواصل الاجتماعي طب ما يعرفوا يتتبعوا هذه ال... هذا الكلام صادر من من نعم. وما هو... وما هي هذه المنصات <applause> ومن وراءها ومن ليعرف أيضاً يعني أنا ضد أن الناس تسمع وتصبر على هذا الكلام إلى أن ينتهي البرنامج ثم تصرخ بعد ذلك يا أخي تحول عن هذا الكلام أول ما تسمع وأعرف أن هذا يعني مقصود به يعني التعريض بمعتقداتك خلاص خذ موقفه وانصرف إلى قناة أخرى نعم يعني هذا هو اقل ما يجب دينا انا اعرف ان في الغرب في جهات مموله لهذا الامر لانه ايضا يسهم في اضعاف الشرق اضعاف العالم العربي واضعاف المسلمين نعم لانهم يعلمون ان القران الكريم مصدر قوه نعم وهم جربوا هذا او يعني يقرؤون التاريخ فهم أكثر مما نقرأه نحن نعم. وعندهم هدف من الأهداف طبعا لا أقول على كل إنما في جهات سياسية مرتبطة ببرامج بهذه الصورة وهي ضرب مصادر القوة عند المسلمين في نعم. الشرق وده طبعا كلام يطول فيه واللي عايز يعني يعرف الكثير يقرأ الكتب المترجمة منهم كتبهم نعم. والتي ترجمت إلى اللغة العربية وقرأت منها الكثير فعلا وهم يعني وهؤلاء الكاتبون يلومون على أن هذا ليس هو الأسلوب المناسب لحوار الحضارات الآن أو حوار كما يسمونه حوار الأديان أو حوار المؤمنين لأن هذا يعني يزيد في رصيد الكراهية كراهية الشرق للغرب على كل حال يعني أنا ما كنت أود أن يعني أتوقف حتى ولا لأن هذه أمور معروفة ومقضي عليها بالفشل لا. والله سبحانه وتعالى يعني قص علينا في القران من وقف ومن اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم واساء الى القران وحاول السخريه من في ايات كثيره ولكنه سبحانه ولكن يعز علينا يعز علينا كثيرا والله ان يكون من ابنائنا ومن بني جلدتنا من يقوم بهذا الدور لا. هذا هو الـ الـ الاشكال ف وكما قلت لك يعني حدثني اي برنامج يجرؤ على ان يخرج ويتناول مثلا الكتب المقدسة عند الآخرين نعم لا. لا يستطيع لا يستطيع لكن احنا يحصل بالنسبة للقرآن مرة بالنسبة للسنة مرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بالنسبة <applause> لصحابتنا الأجلاء وخلفائنا الراشدين مرة وهكذا ثم ما الداعي لهذا هل ده حيصلح لي اقتصادي هل ده سيساعدني في إثارته الآن دليل نعم. انما المقصود بلبله الناس وشغل الناس عما وصرفهم عما ينفعهم او عما يفيدهم لنا نترك هذا لنعود الى رفع المكان والمكان انما يعني ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى مستوى سمع فيه صريف الاقلام سبحان, سبحان الله سبحان الله. الله سبحان الله ويعني العلم يؤكد هذا الان يمكن هذا الكلام من قرن أو من قرنين كنا يعني نستبعده ونقول يعني إزاي يعرج وإزاي يسافر في يوم أو ليلة النهاردة بالموبايل ده بت بت بتتصل بالأرض كلها أقطابها يعني من <تصفيق> <الـ> <تصفيق> ومستقبلا قد يتحقق علميا أنك أنت تتصل بحد في المريخ فإذا الصوت يعني يخترق كذا <تصفيق> <تصفيق> ما, ما نستغربش على وهذا في العلوم البشرية والقدرات البشرية, البشرية, البشرية المحدودة المخلوقة المصنوعة اللي, نعم اللي صنعها إنسان محدود القدرة فلما يستعظم ذلك على قادة على القدرة إلا إذا كان هناك لمسة إلحاد نعم يعني هي التي تحرك هذه الأمور بالنسبة لرفع المكانة يعني بالنسبة المنزلة لا. طبعا عندنا تكريم بني آدم هذا هو لك. الذي يجب أن يقال في الحلقات والناس تركز عليه أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم تكريم وجعل بينهم ما يشبه الأخوة لا. يعني ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم لا. من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله. سبحان الله. يعني رحمه. هي آية يعني طبعًا. فيها معاني ضخمة. معاني ضخمة ومعناها أن بني أدم، وبعدين لم يقل ولقد كرمنا المسلمين ولقد كرمنا المؤمنين، وإنما قال ولقد كرمنا بني أدم. بني أدم، بمعنى أن بني أدم يعني مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم ثبت له التكريم الإلهي. سبحان الله. طبعا. نعم. وهذا هو ما أكده النبي صلى الله عليه, عليه وسلم صحيح. في بيانه أو في إعلانه التاريخي الدولي في حجة الوداع نعم. أيها الناس إن دماءكم بدأ بأيها الناس وكلها كانت أيها الناس ولم يقل أيها المسلمون أو أيها المؤمنون مع أن كان حج والأمام مسلمين نعم إنما كان النداء نداء عابر نعم وكان يحدث الخلق أجمعين من وراء هذه القلة العشرة آلاف ولا ال... اختلف في في عددهم يعني نعم. كان يخاطب الإنسان أينما كان وحيثما وجد الموجودين ومن سيوجدون نعم. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام نعم. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا هذا المعنى يعني لا تجده في كتب مماثلة نعم يعني احنا نقرا في كتب اخرى ان مثلا اقترض منك واحد من بني دينك نعم ومثلا لم يوفي ممكن تسامحه، لكن غيره ممكن تاسره نعم التفرقه بين الناس ثابته بنصوص مقدسه هذا لا حدث يتكلم فيه ما بيتكلموا فيه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام نعم لا ولقد كرمنا بني ادم فعلا يعني اذا 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 اردت ان تعرف المساواه او تدرك المساواه نعم. او ان تدرك حرمه الانسان فعليك بالقران الكريم وانا اذكر هنا احد الكتاب النابهين جدا نعم. قال انتبه الى ان قبل الاسلام لم يعرف معنى المساواه بين الناس ليه قال لان النظام الاجتماعي لا. في العالم لم يكن يسمح بمثل هذه الفكره ان تطرح على العقول لا او استعرضها حضاره حضاره لا. فوجد الحضارات كلها تقوم على على تبرير التفرقه نعم وبحيث اصبح الناس اللي هم في مستوى الخدم او مستوى العبيد او مستوى كذا دول بقى يعني راضي متقبلين للفكرة متقبلين ولا يخضر ببالهم يوما ما او ولا يحلموا نعم انه ممكن يكونوا في يعني يكونوا على نفس القدم المساواه مع الطبقه التي تليها وبالتالي لم تكن هذه الافعال مذمومه من الناس بالعكس كانت, لأنها مبررة كانت نظام المجتمع في هذا فعلا الوقت حتى قال لو ان الاسلام لم يسوي بين الناس لم يكن يتوجه عليه اعتراض ابدا لانه كان سيسير في نفس الخط سياتي مصدقا لما قبله مصدقا لما قبله من هذه العادات نعم. ولكن ان ياتي فجاه ويقول ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول <applause> الناس سواسيه كاسنان <applause> المشط هذا امر غير متوقع نعم. ولذلك يعني صدم المشركون و واغنياء واسرياء ووجهاء مكه صدموا تماما في بهذا الكلام ده كلام يعني ما كيف حتخلي العبيد زينا يعني نعم فهذا الكلام هو الذي يجب يعني ان نقوله هو ان اول كتاب واول دين سوى بين الناس او صدر فكره المساواه بين الناس هو الاسلام نعم. وهو محمد صلى الله عليه, عليه وسلم <applause> فاذا هنا رفع بني ادم رفع مكانه لا. كذلك هو سبحانه وتعالى رفع الانبياء كرم الانبياء كمان رفع او كرم الملائكه لا. وكذلك رفع درجه المؤمنين يرفع الله الذين امنوا منكم ثم العلماء والذين اوتوا العلم درجات الحديث الذي قلته سياداتكم وفضيلاتكم الآن عن خطبة الوداع والتسوية وكيف أن هذا النظام هو النظام الأول في العالم الذي دعا إلى المساواة يهمل ويترك جانبا ولا يلقى عليه الضوء ولا يلقى عليه الأضواء ولا يقال ولا تركز عليه عن يعني الكاميرات ولكن كل سنة يعملوا لنا وفي كل مناسبة إسلامية يخترعوا يعني وهي أفكار مكررة وقديمة نعم يعني هي زي ما بيقولوا سلوانات مش مشروخه مثال هلا نعم لكن ما فيش غيرها طبعا فلازم كل مره يعملوا منها شيء يعني نختم مع فضيلاتكم حلقه اليوم بحظ العبد من اسميه الخافض الرافع اود ان اقول ان يعني كثير من علمائنا يختصر معنى الخافض فانه الذي يخفض الجبابره نعم ويذل الطغاه والمستكبرين ويرفع الاولياء والانبياء والملك كما قلنا فمعنى خافض هنا بمعنى هو المتوجه الى ازلال الجبابره والطغاه والمستكبرين يرفع بمعنى ينصر الحق نعم واهله ويخفض الباطل و واهله قدر الامكان يعني ان يوالي اولياء الله سبحانه وتعالى مش اولياء معنى يوالي المؤمنين يوالي الاولياء يوالي العلماء العاملين بعلمهم لا. يعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى نعم. يعني بمعنى انه يتقيه واذا كان فعلا هو يتعرض له بال 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 بالعداء لا يعني لا حرج عليه ان يعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى نعم. شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله